السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Good morning everyone. Welcome to my channel World بهيجة. أهلا وسهلا بكم في قناة عالم بهيجة. اليوم سنتحدث عن مكانة الفقير وقيمته عند الله. استيقظت هذا الصباح وكعادتي أنظر إلى الموبايل فأرى حديث اليوم، وجدت هذا الحديث جعلني أتذكر كثيرا بمسألة الفقير عن ابن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس هذا، والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض. سبحان الله. يقول الرسول عن هذا الفقير أنه خير من ملء الأرض، هذه الأرض بما تحمله من خيرات ومن أرزاق ومن كرامات ومن أموال ومن معادن ومن ناس ومن كل شيء. هذا الفقير المسكين خير من ملء هذه الأرض ومما تحمله هذه الأرض. نعم أحبتي، تذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما بهذا الدعاء: اللهم احشرني مع المساكين، اللهم احييني وامت مسكينا وامتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وتذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على النار فوجدت أكثرها النساء، واطلعت على الجنة ووجدت أكثرها الفقراء. أحبتي الكرام، أريد أن أوصل إليكم كلمة ورسالة: احترموا الفقير التقي. أقول الفقير التقي، فإن الفقير التقي خير من ملء الأرض. واحترموا هذا الفقير لأنه يعيش بكرامته، لأنه يعيش بكرامته. كان فقراء النبي صلى الله عليه وسلم يوثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، كانوا فقراء جدا ولكن يعيشون بكرامة وبعزة، بل إنهم يتصدقون بما أعطاهم الله ويضيفون الناس ويطبخون لهم ما يملكون ويموتون جوعا ويطعمون الناس حبا في الله وإرضاء لله. لذلك الله عز وجل ذكرهم بالخير وشكرهم وقال: ويوثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. وكان الأغنياء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركون هؤلاء الفقراء في أزمة ولا يحسونهم بفقرهم، بل كانوا يتصدقون عليهم. وقد فرض الله الزكاة نعمة للغني وللفقير، فالزكاة تطهر الغني وتطهر ماله وتطهر قلبه، والزكاة تغني الفقير فلا يسأل الناس إلحافا ولا يتذلل للناس
ولا يظهر فقره كثيرا، بل يعيش على عفة وعلى طهارة وعلى عزة نفس. أيها الناس، احترموا الفقراء الأتقياء. لا أتحدث عن الفقراء الذين ابتلاهم الله بالفقر فسلكوا طريقا غير صحيح، بدأوا يجمعون المال ويتوسلون وينتشرون في الطرقات، يطلبون هذا ويطلبون هذا، ويجمعون أموال كثيرة ويشترون بيوت وغير ذلك مخفية. ففي الصباح فقير وفي المساء غني، وخاصة هؤلاء الفقراء الذين ليس لهم أي سبب لكي يتوسلون أو يتسولون، خاصة هؤلاء الشباب بصحة وبعافية ويتوسلون. اذهبوا وابحثوا عن الشغل، اطرقوا أبواب الله، فباب الله واسع. وابحثوا عن شغل وعيشوا بعفة وبكرامة واكسبوا مال الحلال، فإن هؤلاء المساكين الذين يتظاهرون بأنهم فقراء ويجمعون هذه الأموال ويكذبون، أتظنون أن الكذب ليس هو سبب من أن تكسبون أموال غير حلال؟ لأن الناس يعطونكم هذه الأموال ظانين منكم أيها الفقراء أنكم فقراء، ولكن لستم. لهذا نسأل الله عز وجل أن نكسب المال من الحلال، وأن يكسب كل فقير ماله من الحلال. هذا هم الفقراء الذي يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم خير من ملء الأرض، لا يتظاهرون بالكذب ولا يتظاهرون بالفقر، بل إنهم حقيقة فقراء ولكن لا يسألون الناس، بل إنهم حقيقة محتاجون ولكن يؤثرون على أنفسهم وهم محتاجون، وبهم خصاصة. هؤلاء هم الفقراء الذي سيرفع الله درجتهم في الجنة، وسيكونون أول الناس في الجنة، وطوبى لهم. يا رب يا ربي، اجعلنا مع الفقراء واحشرنا مع الفقراء يوم العرض الأكبر. أحبتي الكرام، الفقر ليس عيبا، الفقر ليس عيبا، ولكن العيب أن يتظاهر الإنسان بالفقر ويسلب أموال الناس ظلما وبهتانا وهو يمتلك أموالا كثيرة. الفقر أن يعيش الإنسان في ذل وفي عار وفي وسخ وفي ثياب رتب طول يومه كي يكسب ساعات قليلة في الليل من الغنى، وهو يحس في قرار نفسه أنه يكذب وأنه يعيش بوجهين. أي حياة هذه؟ أحبتي الكرام، احترموا الفقير التقي فإنه يعيش بكرامته. ترى الأم قد فقدت زوجها فتذهب طول اليوم تكدح في البيوت، تغسل وتكنس كي تجلب لأولادها قوت الحياة، قوت الحياة بكل عفة وبكل طهارة. تحية لهذه الأم، تحية لهذه الأم العظيمة. احترموا مثل هؤلاء النساء، لا تقهروهم، لا تعاملوهم معاملة سيئة، لا ترموا إليهم فتات ما بقي من أكلكم وشربكم، بل قدروهم واحترموهم، واعلموا أن الله عز وجل يحبهم ويرفع من قدرهم حتى وإن لم ترفعوا من قدرهم. أحبتي الكرام، احترموا الفقراء
قدروهم، ارفعوا من مكانتهم، اعطوهم تحية في كل صباح وكل مساء، لأن الله يحبهم ولأن الله يرفع مكانهم. إن هذه الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. لذلك الله سبحانه وتعالى جعلها امتحان لنا، امتحان بين الفقير والغني، هل سيساعد الغني الفقير حتى لا يبقى في فقره، وهل سيصبر الفقير على قضاء الله ويعطيه الله خير من هذه الدنيا ومن كنوز هذه الدنيا الزائلة. غيروا مفاهيمكم أحبة الكرام. التحية يجب أن تعطى حقيقة لكل فقير محترم يحترم الناس ويحترم دين الله ويحترم طريق الله ويعيش في عفة وكفاف وعفاف. هذا هو الحق. هؤلاء الناس هم يستحقون التحية ويستحقون التجليل ويستحقون الاحترام، لأننا نعبد الله ولا نعبد الدينار، بل نحترم الفقراء ونقدرهم ونكرمهم ونحسن إليهم ونعطيهم مالهم، لأن ما أعطانا الله من مال ففيه مال الفقير، يجب أن نرد إليهم حقوقهم ونعطيهم مالهم الذي يستحقونه من صدقة ومن زكاة. ليس فقط هذا يعني خير منا، وإنما هو واجب علينا، إنه مالهم ولازم ولا بد أن يرجع إليهم. أحبتي الكرام، تحية من هذا المنبر لكل أم فقيرة مكافحة، تحية من هذا المنبر لكل أب فقير مكافح عزيز النفس يؤثر على نفسه ولو كانت به خصاصة. تحية لكل من أراد الله لهم الجنة فابتلهم في هذه الدنيا بالفقر. صبرا أحبتي، فإن إن شاء الله موعدكم الجنة، موعدكم رضات الله، موعدكم كنوز الآخرة خير من كنوز الدنيا. اللهم يا ربي يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال يا ذا الإكرام، اجعلنا من الفقراء إليك، واحشرنا مع الفقراء وأمتنا مع الفقراء. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدم إليكم هذا الفيديو من طرف عالم بهيجة دين ودنيا. أتمنى أن يعجبكم. إذا أعجبكم لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. أحبكم جميعا في الله. رضاك يا ربي خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فدع أقصى أمانيها.